الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الفني كان تمثيل ديال واحد السلسله ديال سميتها نواره، ما داش في رمضان، بتاتر دوز من بعد، وكان يدوزوا الخواسر كذلك، ولكن الخواسر خليناهم حتى هما العام الجاي. دونك هذا العام ترخصت فقط في الكاميرا الخفيه وفي ماستر شاف سيليبريتي، وبركه تبارك الله. راه غير هاد الجوج الزياره، المهم كتكون واحد الزياره بسيطه وزوينه، وكتبقى راسخه في الدين ديال الجمهور المغربي. الحمد لله كنت ضحيه ديال غاني اللي صيدني بمعنى الكلمة في الكاميرا الخفية. نتسنى ان شاء الله حتى انا باش غادي نردها لي بمعنى الكلمة ان شاء الله في القريب ان شاء الله، لان ديما كيصيدني غاني. وانا اللي مهم هو التفرج والنشاط ديال داك الجمهور اللي كيتفرج فينا. حنا وصلنا ليه واحد الحاجة اللي كنا بغينا نديروها، هو ديك الابتسامة في وقت الفطور، هذا هو الربح. والجمهور اللي كيتابعنا على اشواقه، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه. عبد ربي سعيد المسكير راه معاكم دابا، والله يعطيكم الصحه. راه جديد اسميتو انا معاك، وراني بصح نيت انا معاكم، كان شي جديد وراني معاكم ان شاء الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.